رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وهلأ معنا بنوتة عندها مشروع إنتاجي بختص بالحلويات، فقررت تعتمد على حالها بمشروعها لحتى تعيل نفسها. خلونا نرحب بفرح عودة، بما أنه أنا كمان فرح عودة فهي الفقرة تعتبر مميزة. يسعد صباحك فروحة. هلا، صباح النور، كيفك؟ تمام الحمد لله. احكي لنا عنك أكثر، احكي لنا عن هالمشروع، عن هالأشياء الزاكية اللي احنا دائما بنشوفها. بالبداية بحب أشكركم على استضافتي طبعا وعلى دعمكم لمشروعي. بحب أعرفكم أكثر بحالي. فرح أحمد زكي، عمري 22 سنة وأم لطفلة. بالبداية إحنا عنا مطبخ تواصي بلشنا فيه قبل 5 سنوات، هو لوالدتي. يعني بلشت بالكعك والمعمول أول إشي، وبعدين صرنا يوم عن يوم بس لقينا إقبال ولقينا يعني دعم من اللي حوالينا، صرنا يعني نضيف أصناف ثانية، والحمد لله صار يعني مطبخ يعني ملم بكل الأكلات وكل الحلويات. بعد ما تزوجت قررت إنه أفتح مشروعي الخاص فيه اللي هو سيلين سويت، وبلشت بحلويات خفيفة، ويعني يوم عن يوم بزيد شغلات وبطور من حالي. سيلين سويت، اسم سيلين على اسم بنوتي. متوقع. طيب مين أكتر شيء دعمك بهذا المشروع؟ طبعا يعني بالبداية كان زوجي من بداية المشروع، ووالدتي ووالدي، طبعا كل اللي حوالي كانوا داعمين إلي ومسانديني، وطبعا يعني لولا دعمهم ما كنت يعني وصلت واستمرت. 100% الحمد لله. أكيد دائما مهم وجود الأشخاص الداعمين حوالينا. طب كيف الإقبال بتلاقيه على الصفحة؟ يعني أكيد بلشتي بأشياء صعبة. ما كان في يمكن أول شيء إقبال كتير. فكيف وصلتي؟ كيف الصعوبات برضو اللي واجهتيها؟ يعني أول إشي أنا بالبداية بلشت بالجوزية، الحمد لله لقيت عليها إقبال. بعدها صرت أزيد يعني شوي أزود بالأنواع. الصعوبة أكثر إشي يعني واجهتني، أكثر إشي مشكلة، يعني أكثر مشكلة واجهتني اللي هي يعني رأس المال. ما كان معي رأس المال ببداية مشروع اللي أجيب كل المواد وتكون متوفرة عندي، بس يعني هاي أكثر شغلة يعني واجهتني استصعبت منها. طب نشرح شوي هيك على الأشياء اللي زي اللي احنا دينا بنشوف. هنبلش صنف بلش من ما بتحبي. طبعا هاي عندي كرات اللوتس، كرات البستاشيا، آيس كيك، تشيز كيك، كيك بوبس، وعندي برضو كاسات تشيز كيك، سينابون طبعا غني عن التعريف، وجوزية أهم نوع طبعا هو السينابون. أكتر إشي عليه إقبال؟ يعني الحمد لله كل إشي، بس الجوزية لأني أنا يعني تميزت فيها وبلشت فيها، فالناس يعني خلص معروف أني أنا بعمل جوزية، والحمد لله يعني لقيت عليها إقبال. طب يعني إجمالاً الناس لما بتيجي تطلب منك، تطلب قبل بيوم قبل فترة، خصوصاً مثلاً بعض الأشخاص بيكون في عندهم مناسبة بدهم كميات كبيرة، فكيف أنت عم بتنفذي هالأمور هاي؟ هسه بالبداية طبعاً قبل كل إشي كانت أمي اللي دعمتني عشان عندها مطبخ تواصي، فاتفقنا أنا وياها أنه أنا أعمل الحلويات مثلاً إذا يعني في مناسبة أو يعني أعياد ميلاد وبدهم أشياء كثير. بلشت أنا يعني قررت أنا أعمل الحلويات وهي تكمل الأشياء الباقية، فيعني تساعدنا أنا وياها بهذا الموضوع. بس إجمالاً مثل ما سألتك الطلب بيكون من قبل بيوم أو لازم يكون قبل؟ طبعاً لا، يعني أنا بحب إنه يكون قبل بيوم عشان أخذ راحتي، أجيب مواد براحتي، أشتغل براحتي، عشان يعني بتعرفي الواحد ما ينعجب طبعاً. لوين حابة توصلي في هذا المشروع؟ طبعا يعني حابة انه يصير عندي متابعين اكثر، حابة انه توصل صفحتي اكثر للناس، والحمد لله يعني يوم عن يوم اكيد يعني انا رح اطور من حالي، اضيف اصناف ثانية والحمد لله. شو الصدفة اللي هيك حاسة انه ممكن سون نشوفه؟ يعني طبعا بالبداية انا حابة اخذ دورات، يعني ما بعرف بجوز كيك يكون هيك يعني عن قريب انه انزل صنف كيك وجاتو. احنا بنتمنى لك التوفيق يا فرح. وكمان كنت حابه اسالك، هلا بعض البنات او السيدات عندهم اشي بحبوا او مبدعين فيه بس مو عارفين كيف بدهم يبلشوا، او خايفين من انهم ياخذوا الخطوه الاولى على السوشيال ميديا ويبلشوا بمشروعهم، ممكن خوفا منهم ما يلاقوا اقبال على هذا الموضوع. كيف ممكن تشجعيهم او تنصحيهم؟ يعني انا بصراحه بشجع كل بنت لو اشي بسيط بتعرف تعمله عادي يعني تبلش فيه.
وبالبداية طبعاً يعني لو ما لقت إقبال أو ما لقت دعم من اللي حواليها تستمر، يعني ما بتعرف كيف ربنا الواحد يعني بيوفق وكيف بيرزقها، فيعني لو إشي بسيط ما تستهين فيه وتبلش. احنا شاكرين تواجدك اليوم معنا حبيبتي، وكل الشكر لهالاصناف اللي جبتي لنا اياها حبيبتي. متحمسين هلا انه احنا ندوق، ونتمنى لك التوفيق يا رب. الله يسعدك يا رب وتوصلي للي بدك اياه يا رب. ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي.